وحسن المهري. هكذا طاقم التحكيم البدايات الأولى، وبنياس يهدد الآن، لمسات جميلة، تصويبه، الله الله، صاحب الأرض يبدأ بقوة. 20 ثانية فقط كانت كافية بأن يسجل بنياس أول أهدافه ويوجه أول ضرباته في شباك عبد الله سلطان. ياهي بداية، ياهي بداية، ياهي بداية، نعم، وياهو هدف سريع، غلطة دفاعية في إرسال الكرة، وبعد ذلك النقلات، اللمسات، التصويبة اللي حضرت من جانب سواريز، وبعد ذلك اصطدمت بالمدافع، غيرت الاتجاه، ذهبت إلى مرمى عبد الله سلطان. بنياس يتقدم بهدف مبكر، بهدف مبكر قبل أن تكتمل الدقيقة الأولى، لا مش الدقيقة الأولى، للعشرين ثانية الأولى، وبالتالي يتقدم صاحب الأرض 1-0. ومحب بنياس يراها في المرمى، لربما تصويبه، الله، خيمينيز يأتي بهدف جميل في مرمى الظفرة، سيوف العاصمة، لمواصلة الانتصارات التاريخية على الظفرة. لكن ياهو هدف بأقدام أرجنتينية، خيمينيز، 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 وضع القدم اليمنى وسجل في مرمى عبد الله سلطان. هذه اللعبة اللي أشار فيها حكم المباراة على وجود خطأ، وهذه الكرة اللي قلت لك إن محب بنياس يراها في الشباك، لأنني أعرف تماما قيمة خيمينيز وإمكانياته وقدمه اليمنى. هذا الأرجنتيني اللي تراهن عليه، هذا اللي تراهن عليه، وعمرك ما تخسر الرهان لما تراهن على قدم الأرجنتيني. خيمينيز يعرف تماما كيف يذهب بالكرة، الله، المباراة الخامسة لبنياس في هذا الملعب، خطيرة، راح راح راح، مزيد من الأفراح للسماوية، الله، كمان وكمان، يسعد محبينا بالثلاثية. هذا بنياس وهذا سهيل النوبي الذي انطلق بصورة جميلة، راح مرة من الدفاعات وجاب الأفراح. 3 أهداف، 3 نقاط، يا لها من ليلة مفرحة لبنياس ومحبينه. هذه الكرة التي أرسلت، شوف الذكاء في التعامل مع التمريرة، رافائيل إلياس يقدمها هدية. هذه الكرة ما مشت، لكن هذه الكرة تلاعب بالكل، مرة من كلاوديو، مرة من عبد الله سلطان، وضع الكرة في الشباك. إسهيز يتقدم، اللاعب الأرجنتيني إلى أرجنتيني آخر، الله الله، هدف رابع لبنياس، لكن راية المساعد تشير على وجود حالة تسلل بعد نقلات جميلة، تمريرات، عزف وطرب من جانب لاعبي بنياس، وصلت إلى شباك الظفرة. قرار المساعد الثاني سبت عبيد على وجود حالة تسلل. هذه الكرة، هذه اللقطة، هنا التمريرات، هنا النقلات، أوبانجيت قدمها باتجاه سهيل المنصوري، سهيل المنصوري ودها باتجاه الشبكة، لكن الصافرة حضرت وحكم المباراة يوقف اللعب، يتكلم مع تقنية الفار. هل تقنية الفار تأكد على أن الهدف تم إلغاءه وبالتالي قرار المساعد سليم، أم أن لها كلمة أخرى ستقال؟ هذا الهدف اللي سجله بنياس، ولا الكرة دخلت، اللي حتى سهيل النوبي في الكرة الماضية دخل مع الكرة في الشبكة. هذا هو سهيل، سهيل النوبي، هدف يسجل بالنسبة لبنياس، نعم يحتسب. وسهيل النوبي الذي ترك أرضية الملعب يعود للاحتفال مرة أخرى مع زملاء، لقطة جميلة، تخيل الهدف ملغي وتغادر
الى خارج ارضيه الملعب تبديل، ويجيك الخبر يقول لك لا ترى الهدف اللي سجلته تم الاعلان عن صحته، ترجع تحتفل مره ثانيه. هذه القصه حدثت بالفعل، ولن يتخلص من الضغوطات في المؤخره، يتقدم للامام بصوره جيده. هذا البديل احمد بناموس عدى، الله 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 الله، المهاره بتتكلم، المهارة بتتكلم. بناموس يولع المدرجات، يقوم الصغير والكبير، يفرح الكل بالخماسية. ياهو هدف بمجهود فردي كبير، ينم عن مهاراته وإمكانياته وإبداعاته وفنه وطربه وعزفه. شوف شوف، محاصر بالأربعة، شوف القرار، عدى من الكل وسجلها في المرمى. الله عليك لعيب، الله عليك موهبة، الله عليك فنان، الله عليك مبدع. شو اللي سواه بناموس في اللقطة الماضية؟ عمل العمايل، عمل العمايل، عدى من الكل وودى الكرة في الشبكة، مرة من الجميع، لمسة معلم، لمسة فنان. الكل كان يتفرج عليه وهو يرسم بقدميه لقطة فنية ولوحة جميلة ينهي من خلالها المواجهة. هذا لما يقول لك ختامها مس